السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي غادي مع الريجيم؟ كنتمنى انكم ما تكونوش غشيتوا وانكم تشجعتوا وبديتوا معايا الريجيم. كيف قلت لكم، انا كل نهار غادي غنصور لكم عفوا الميزان. كيف كتشوفوا هنا 77.500 هو الوزن اللي بدينا به الريجيم، و77.100 هو الوزن ديال البارح، و76.600 هو الوزن ديال اليوم، يعني طيحنا 500 غرام. ومن نهار بدينا الريجيم يعني في يومين طيحنا 900 غرام. كنتمنى انكم البنات هاد الصوره تشجعكم انكم تبداو الريجيم. بالنسبه للفطور، بحال ديما كنفيق الصباح، اول حاجه كنديرها كندير الماء يطيب، كنعصر فيه نص حامضه وكندير فيه جوج طروفه ديال سكنجبير، ومن مورا ساعه عاد باش كنفطر. الفطور ديال اليوم درت ياغورت خالي الدسم مع تفاحة، ممكن تغيرو ماشي بالضروري ديرو بحالي. صافي، من بعد ما فطرنا داز ساعة شربت قهوة كحلة بلا سكر، وجدت غدايا من بعد جوج سوايع عاد باش تغديت. بالنسبة للغدا هنا كيف كتشوفو، درت قريعة، درت غير نص قرعة خضرة، ودرت لي شامبينيون، ودرت البروكولي بخرتهم، درت فيهم غير شويه الملحه وشويه البزار وشويه الاعشاب المنسمه. ودرت هنا قياس، خديت جوج معالق ديال الفيرميسال الشعريه الصينيه، كيف فيها شويه ديال الزيتون. بخرت، كنت مبخرها وسط الدجاج. هنا بالنسبه للدجاج خديت غير صدر صافي، حاولوا ما ناكلوش الفخذ، ناكلوا غير الصدر. وما تنساوش انكم خاصكم تشربوا الماء بزاف، يعني واحد جوج ايترو هي القليله ديال الماء. وبين الغداء وبين العشاء كنشربوا واحد التيزان باش تعاوننا في حرق الدهون. بالنسبه للوجبه ديال العشاء ناخدوها شويه بكري، يعني مع ديك جوايه 8 ولا 9 ماكسيموم. اليوم خديت تفاحه وخديت بعويده، اليوم عشانا خفيف. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو غدا ان شاء الله في فيديو جديد.